تشوف تيفي عنده 7K ولا 7 المليون هذيك، هذيك 7K ولا 7 المليون. إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، الحمد لله التنازل ديال الفنان القدير المحترم اللي كيبغيوه المغاربة كاملين وتيقدروه وغيبقاو كيبغيوه وتيقدروه، خصوصا بعد هذا الموقف اللي داروا لا سي عبد القادر عيزون الملقب بالتباري ولا لالا عزيزة مروضي. وكنشوفوا الرأي ديال الشارع العام اللي كنشوفوا آخر معقلتش تبارك الله الشباب اللي جاوا اليوم وفرحانين وفخورين أنهم معنا فرحانين بزاف، حش هذا أي كلمة النعاس عندنا جهات ما غادي نقولها في حقه قليل، هذا بحال في مرتبة تاع الأب، ماشي تاع أنا تاع المغرب. شكون؟ شكون؟ صوت آدم هذا خويا ولا؟ صوت آدم خويا؟ أنا مابقاوش كيعرفوني واش طالق لايف ولا لا، كيدخلوا اليوتيوب كيلقاو لي ما طالقش كيطلع، ما في راسهمش ولاد كيك ولاد كويكا، ما في راسهمش كويكا. والصوت ادم هذا لا شي عاود كمان ما نزربانيش اربا كاملين. هذا السيد 40 مليون هذا اللي محصيه، كتعرف هذا السيد 40 مليون ديال هذه الجزائر، ولكن 90 مليون ما محصياش وكيعرفوا هذا السيد، حيت هذا السيد من نهار حلينا حنا عينينا كنتفرجوا فيه، تيليكوموند ما كتوضرش لينا يعني كنتفرجوا فيه. كذاب كلشي فاش كان صغير توضرت لي تيليكوموند، اول كذبه كلشي فاش كان صغير توضرت لي تيليكوموند. والدراري وجدوا راسكم 6 ستريمات راه غيرجعوا مع الخمسه د العشيه 6 العشيه، حيت هاد الشمس هذيك كنا كنزقلوها، هاد الشمس مزيانه مهمه، غادي نولي نلعب على هاد اللعيبه. الشميشه كنزقلها هذه رحمه الله كضرب فيا دابا، كاعتي واحد طالعه واحد تيري هوري فهمتي، لابس كوداس نقي ولي باط طالعين، عرفتي واحد النوتيفيكاسيون كتجيني مع الاب مع الام مع الاخت مع ولادي. انا راه ماشي كنهضر، عطيني الوريقه معني لا جي الهب حتى والله تعرف شنو ديال الهب، شوف فين مخلي، شوف فين مخلي الوراق وبالك عليه عطاني الوريقه. الشمس انا قلت لكم الشمس والحرام كطل، خلي الوراق ما كتبينهمش، ممنوعين ممنوعينش عليكم في هذه القناه. يا بنتي القحبه وشتي هاد بنتي القحبه كيخرج التيكي تاكا شتي كيخرجت في الارض، يا بنتي القحبه ممنوعش عليكم في هذه القناه تستروا بلادكم، الهضره كيفاش خارجه مع الشمس. ممنوعش عليكم في هذه القناه تستروا بنات بلادكم، تستروا ولاد بلادكم، تستروا الفنانين ديالكم، خرجوا لها طاي طاي وحيدوا الميكروات وقولوا حنا باباراتسي. ممنوع عليكم الوراق، انتم راه كتبينوا شي حاجه كثار من الوراق، انتم راه شتتوا عائلات، انتم راه حليتوا المجرمين، انتم يا ولاد القحاب راه شتتوا اسرات ديال الفنانين، انتم راه وصلتوا يا ولاد القحاب اخبار بنادم ما كانش غيبان انتم في شي عروبيه في شي فيرما مغيسه، درتوا ليه ميكرو هادي حتى ولات شي في عائلته في موريتانيا، شي في عائلته في مدريد، شي في عائلته في بنين، ومالكم اولاد القحاب حتى واحد انتم زعما ما قد شي واحد خلي بيرتي ابلاتي ابلاتي ابلاتي. انا باقي غنجي والله يا خويا غنوقف معاهم عند القادات بالله، غنوقف عند القحبه يما من تشوف تيفي، خاصهم يحيدوا هادو. ما عرفتش انا كيفاش زعما كيفاش دوله مخليه جريده زعما بحال تشوف تيفي زعما وكدير اللي بغيت وكنت وفهمتي واحد الهيئة صاحبي ما فهمتش واش هما عاجبهم هاد الشيء مخلين هاد الشيء زعما مسلكهم ولا هي اللي حاطاهم ولا ما تفهمش هاد الهيئة هذا اش طاري فيها. يعني انا مول وليدات عندي جوج وليدات الله يخليهم لك. الله قالت لي ما توريش الوراق، الله جيب وراقي جيب كلشي. يعني هاد السيد هذا طرا هاد النزاع بين النبيل والراقي اللي كنا كنتفرجوا فيه مع وليدنا. اي كلمه صاحبي النبي صاحبي كتسمي النبي، اي كلمه قلت لك غادي نقولها في حقه قليله. يعني هاد بوانه بوانه تظلم واحد شويه ولكن باش تعرفوا غادي يبقى ديما بوانه. قال لك انا ودي نتهزلت وسمحت في 5 المليون ودابا 400 درهم اللي يقدر قتل عليها بنادم 400 درهم. وشوف هذا السيد واش هذا السيد هذا غادي 5 المليون يعني ربي اللي غادي يخلصني ولدي على شو 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 الهبل شو الهبل هذاك الفنان شو كيدير شو كيدير شو كيدير الفنان شو التصليص ديال المصريين شو والله ما غادي يخلص وانا ولا الموالي قال لي والله ما غيخلص تيلين كامل تيشوا هذه رساله بسيطه. شوف اولدي شنو سميتك؟ اولدي سميتي عبد المولى. وليدي عبد المولى تحيه لعبد المولى خدام معنا زميل ديالنا. ما يمكنش حنا المغاربه نقتلوا على 400، حنا المغاربه كيف كديتو بحال شي مره داخله تجيب تبركيك هادشي كتجيني شوف تيفي انا بحال شي برقاقه ديال الدرب هاد القحبه وكتدخل تجيب تبركيك وتمشي تقول لها تبركيك وتجيب الهضره من عند هذا وتقول له شوف كيفاش كدير شوف كيفاش دارت الفم شوف تبركيك شوف هادي راه عندها ديبلوم هادي واش عندها ديبلوم هادي ديال الصحافه هادي زميل ديالنا شوف تيفي واش عندها الاوراق باش زعما تكون جريده زعما في المغرب وعندها
ما يمكنش نحنا المغاربه نقتلوا ديك الهضره ديال التخوار ديالك تدوي معاك وتخورك عرفتي هذيك الهضره 400 حنا المغاربه قلبنا كبير وكنتنازلوا دابا انت فيك غير الهضره كتقول لا داك شي واحد دغيا تيجي عندك تيقول لك عفوا ولا سمح لي كتسمح كتسمح ولكن غينفعل ما بغيش يسمح ولكن كاين ولكن بلاشي ولكن الا جا عندك شي كنسمحوا لكم كنسمحوا لكم في الدوله ديالي ما باغيني ولا تلقح واحد وخدم عندك ماشي 400 غير 1000 فرانك خدم عندك بواحد الطريقه دهالك دهالك يعني كيشمشك ولكن هاد السيد هذا مسكين ما دهالك كتحشم حيت حنا راه مغاربه راه معروفين وادي انت في هذا ما يدويش هذا حتى راه ولا هذا راه ما بقاش المختار ساعود هو خويا حتى خلي الفنانين راه شي هاد الطريق منين جا هذا منين جا هذا ربك تماما خاصنا نتعاونوا مع تابعوا بحال الاعتقال لان كانت كتعطيكم واحد كانت طيب دائما مهال وهذا سير تسامح معهم وهذا ان دل على شيء فانما يدل على انه باغينه ما باغينش شكون تحيه لكل وليداتك برافو عليك ولدي طيحات طفات الاناره ماشي طيحات الضوء طفات الاناره حي الاناره السيده خلي حي الاناره حي الاناره كيسكنوا فيه هذوك الناس ولكن انا هاد القناه هذه شوف شيفي بوجوده السيده والاخ الكريم اللي جنود الخفاء بلا ما نقولوا بلا ما نذكروا الاسم جريده زوينه اللي عندو نجمه السا فهمتي اللي عندو نجمه السا راه مشاو حس سعيد 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 الله يكبر بك السي سعيد هاد شوفتي قلب ما كانش فضلكم بطبيعة الحال وقناة شوف تيفي اللي كانت دائما كتسعى للصلح دائما ساعية لهاد الناس انهم يتنازلوا مرسي بسماطي طبيعي هو القادر في الله جوادي فتاح اللي اليوم راه كاين في السجن والمغاربة مدى الحياة كنشكر جريدة شوف تيفي الإلكترونية وكنشكر الإخوان كاملين خويا سعيد اختي فاطمة الزهراء الأستاذ سيدري شحتان جزاه الله بالخير فاحنا الفنانين راه معروفين ب يعني بالطافه ديالهم ما كيبغيو حتى شي واحد شي حاجه خيبه علاش دخلتوا الحبس نهار الاول ولهذا حنايا تنزلنا عن الحقوق ديالنا كاملين خدينا واحد الجزء بحال مثلا انا تنزلت على 5 ديال المليون ربي اللي غادي يعوضني ماشي راه بحال ما تنازلتيش بحال ما تنازلتيش المهم شي تراكي راه سيتباع بكيه كبير صافي المهم مشكل كنت شتي مول البارح ما بغاتش تخرج عندي من الدار بالعكاز ديالها مسكينه والله شفتيها تتبكي فالوالدين اللي كيبقاو في الصداع نعم وخواتاتو خينا والزوجه ديالو وعياو الدراري شي براش كيبقاو يكتبوا الصوت ناقص باش ندخل نخربق شي حاجه نولي خارج على كل شيء لا كان الصوت مزيان ديروا لي شي لعيبه بالخضر شي حاجه بالخضر يفكوا فيه وهذا الخطره عاوتاني ها هو دارها اليوم قداش فالله يهديه كنطلب دابا انا شنو هو اللي خلاني نبقى شي هذا السؤال مع هذا الممثل والطريقه اللي كيدوي بها فهمتي بحال اللي كيمن فهمتي بحال اللي كيمن كيبان لي بحال اللي كيمن كيدوي صافي الصوت مزيان صافي صافي بارك الله راه ناقص يكونوا هذ القحاب دوك اللي كيكذبوا ما لقاو باش يكذبوا يقول لك راه مصاوب هما هذوك مساكن هما اللي كيدويو بالصح كنت شتي مول البارح ما بغاتش تخرج عندي من الدار بالعكاز ديالها مسكينه والله شفتيها تتبكي فالوالدين اللي كيبقاو في الصداع نعم وخواتاتو والزوجه ديالو وعياو الدراري شي براش كيبقاو يكتبوا الصوت ناقص باش ندخل نخربق شي حاجه نولي خارج على كل شيء لا كان الصوت مزيان ديروا لي شي لعيبه بالخضر شي حاجه بالخضر يفكوا فيه وهذا الخطره عاوتاني ها هو دارها اليوم قداش فالله يهديه كنطلب دابا انا شنو هو اللي خلاني نبقى شي هاد السؤال مع هاد الممثل والطريقه اللي كيدوي بها فهمتي بحال اللي كيمن فهمتي بحال اللي كيمن كيبان لي بحال اللي كيمن كيدوي صافي الصوت مزيان صافي صافي بارك الله راه ناقص يكونوا هاد القحاب دوك اللي كيكذبوا ما لقاو باش يكذبوا يقول لك راه مصاوب هما هذوك مساكن هما اللي كيدويو بالصح ياك بوسي ضربيه حليت ليه ومنين يدخلوا الباب ولكن كي غندير الصوت الصوت ناقص مصوب يلا منين تجيب خبار تلا الصوت مزيان سافر الصوت مزيان رايح حويس ليش كون
إحساس هذا إحساس العالم